خوتي المغاربة، السلام عليكم. اليوم جيت باش نخبركم ونقول لكم بأن البرلماني نبيل منيب اللي معروفة في بعض وسائل الإعلام المغربية بلقب حسناء اليسار، واللي من شحال هذه وهي حالفة بحلوفة حتى تدخل البرلمان بلا ما تدير الجلبة، يعني لقاح كورونا. بغيت نقول لكم راها غادي تدخل المؤسسة التشريعية من بعد شهور على منع وحرمانة من دخول قبة ممثلي الأمة. نبيلة منيب زعيمة الحزب الاشتراكي الموحد واللي نجحت في الانتخابات الأخيرة وعطاوها مقعد في البرلمان، ما خلاوهاش تدخل من أول نهار ديال الافتتاح، وهادشي بحكم أنها ما ضرباتش الجلبة وما باغياش تضربها. وربما فنبيلة منيب حتى هي كتصدق نظرية المؤامرة وكتقول بأن الناس اللي اخترعوا كورونا باغين يصفيوها لنصف سكان الكرة الأرضية. هذه نظرية رائجة في العالم، ربما حتى منيب كتصدقها، واخا هي كتحاول تبين مرة بأنها باغية غير تفهم مزيان هاد القضية ديال كورونا وتعرف الأسرار ديال اللقاح، ومن بعد يمكن ليها تلقح إلى آمنات به، يعني اللقاح وبالجدوى ديالو في حماية السلامة الجسدية ديالها. نبيلة منيب غادي تدخل الآن البرلمان واخا ما دارتش اللقاح، وهذا الشيء اللي كتباته العديد من الصحف المغربية البارح، بناء على مصادر مقربة كتعرف أسرار الزعيمة اليسارية. الصحافة كتبات في هذا الصدد بأنه ومن بعد أسابيع عديدة على رفضها تلقي لقاح كورونا للحصول على جواز صحي وبالتالي احترام التدابير الصحية المعمول بها بالمؤسسة التشريعية، فالبرلمانية نبيلة منيب ما غاديش تمنع مستقبلا من ولوج مبنى البرلمان وحضور جميع الجلسات وأيضا جميع الاجتماعات ديال اللجان ديالو. فحسب المصادر المقربة كتقول بأن نبيلة منيب النائبة البرلمانية عن حزب الاشتراكي الموحد قد أنجزت ما يفيد إعفائها من الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وهو ما قد يمهد لها لولوج البرلمان دون جواز صحي. يعني كنفهمون هذا الكلام بأن السيدة نبيلة منيب مشات جرات وجارات على راسها ودبرات على وثيقة كتبت بأنها معفية من اللقاح لسبب صحي أو لآخر، وبأنه ما يمكنش لها تأخذ اللقاح حيث خطر على صحتها، وبأنها جابت وثيقة الإعفاء من التلقيح. وفي هذه الحالة فالقانون كيسمح لأي شخص عنده شي مرض أو شيء ما في صحته على ما لا يرام ياخذ شهادة الإعفاء من الجهات الصحية المختصة، وهادشي كله غير باش ما يضربش اللقاح. في نفس السياق أرسلت نبيلة منيب إحدى قريباتها بداية الأسبوع الجاري لسحب جواز سفر الخدمة الذي يمنح للنواب البرلمانيين، وأيضا اللوحة الإلكترونية التي يوفرها مجلس النواب لأعضائه حسب ما أفادت به نفس المصادر المتحدثة. وسبق أن أكدت بعض المصادر من داخل مجلس النواب بأن نبيلة منيب ظلت تسلم إلى كتابة الضبط بمجلس النواب مداخلتها مكتوبة في كل أطوار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022. نفس المصادر أوضحت بأن الممثلة الوحيدة لحزب الاشتراكي الموحد بالبرلمان اختارت هذا الأسلوب الجديد في التعامل البرلماني، إذ وبعد عدم قدرتها على ولوج مقر مجلس النواب بسبب موقفها من جواز التلقيح أو الجواز الصحي، اختارت نبيلة منيب أن تجعل من مكتب الضبط التابع لمجلس النواب مكانا لوضع مداخلتها مكتوبة، وكتاخذ مقابل ذلك دليلا على وضعها لهذه المداخلات. واعتبرت المصادر بأن موظفي مكتب الضبط وجدوا أنفسهم في حرج كبير بسبب هذه الممارسة الجديدة والتي لم تكن لتخطر لهم على بال، كما أن الأطر الإدارية العاملة في لجنة المالية وللتنمية الاقتصادية بمجلس النواب لم تدمج المداخلة المكتوبة لنبيلة منيب بتقريرها النهائي، وذلك لأن القانون الداخلي لمجلس النواب لا يتضمن مواد تنظم مثل هذه الواقعة. ويذكر أن النائبة البرلمانية نبيلة منيب عبرت في أكثر من مناسبة عن موقف المعارض لإجراء التلقيح الخاص بفيروس كورونا، وبالتالي فهي لا تتوفر على جواز التلقيح والذي اعتبره مكتب مجلس النواب ضروريا من أجل الولوج إلى المرافق التابعة له، وهو الشرط الذي لا تتوفر عليه نبيلة منيب والتي كانت قد راسلت رئاسة المجلس في مناسبتين من أجل هذا الموضوع دون أن تتلقى أي رد يمكن أن يسمح لها بولوج قبة البرلمان.
ومنذ عدة أسابيع واجهت البرلمانية المغربية مشكلة في حضور جلسات مجلس النواب بعدما قرر المجلس فرض الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا والإدلاء بجواز التلقيح. كما أعلن المجلس في بيان له بأن قراره جاء تبعا لقرارات السلطات العمومية الحكومية بشأن الإجراءات الاحترازية الجديدة بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح من أجل دخول المرافق العامة، وهو الأمر الذي يفرض على جميع النواب الحصول على شهادة التلقيح إلا نبيل منيب. ويأتي البيان الذي أصدره رئيس مجلس النواب رشيد طالبي العالمي قبيل انعقاد جلسة عامة مشتركة لغرفتي البرلمان لتقديم مشروع قانون المالية من قبل وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، وواجهت البرلمانية والحزبية نبيلة منيب وهي الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد مشكلة في حضور الجلسة، وسبق لها أن أثارت جدلا بموقفها الرافض لتلقي اللقاح. كما أن نبيلة منيب هي السياسية الوحيدة في المغرب التي شككت في فعالية اللقاح، واعتبرت في تصريحات إعلامية بأن الهدف منه هو التحكم بشعوب العالم، مما جرى عليها الكثير من الانتقادات، وخاصة أنها أستاذة جامعية متخصصة في علوم البيولوجيا كما يقول أحد المعلقين. وسبق لمنيب أن اعتبرت في تصريح إعلامي أن فرض التلقيح بالطريقة الحكومية المعلنة يتنافى مع ما أوصت به المنظمة العالمية للصحة وتماشيا مع موقفها. أدان حزب نبيل منيب قرار الحكومة المغربية بفرض جواز التلقيح لدخول الأماكن العمومية وشبه العمومية مطالبا بالتراجع عنه. كما أعلن الحزب عن احتفاظه بحقه في اللجوء إلى المحكمة الدستورية لمعرفة مدى دستورية وقانونية هذا القرار والسعي وراء إلغائه. كما طالب الحزب المسؤولين عن قطاع الداخلية والصحة باحترام مبادئ الدستور وضمنها مبدأ الحق في الحصول على المعلومة ومنها كافة المعلومات حول هذا الوباء وما وفره التلقيح من حماية ووقاية، علما بأن الملقحين يمكن أن يصابوا بالفيروس وأن ينقلوه للآخرين كما يرى حزب نبيل منيب. وهذه مجرد مزايدة لرد الصرف لمجلس النواب بعد منع أمينته العامة وإجبارها على الإدلاء بجواز اللقاح مثلها مثل جميع البرلمانيين. كان معكم محمد البودالي في حلقة جديدة من برنامج قضايا ساخنة. أرجو كما جرت العادة أن تشاركوا هذا الفيديو على نطاق واسع حتى تعم الفائدة. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى حلقة أخرى بإذن الله.